حنينا بصبحنا والمساء. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين وصاحب الخلق العظيم، وقد أقسم الله بعمره المصون فقال: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. ونهى الخلق عن دعائه باسمه، وذلك لسوء الأدب نقضا، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مع أنه سبحانه وتعالى قال: يا آدم، يا نوح، ولم يخاطب حبيبه إلا بيا أيها النبي، يا أيها الرسول. كل ذلك تنبيها لسائر المخلوقات بأنه الحبيب، بأنه الحبيب وسيد السادات. فلقد قال الكريم: رب اشرح لي صدري. وقيل للحبيب: ألم نشرح لك صدرك. ولقد قال الخليل: حسبي الله. وقيل للحبيب: يا أيها النبي، حسبك الله. ولقد قال الخليل: ولا تخزني. وقيل للحبيب: يوم لا يخزي الله النبي. ولقد قال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقيل للحبيب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فما عرف قدر الحبيب سوى الله، وما أحبه إلا من وفقه الله ومن صلى عليه كان في عناية الله. يا رب، جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم. ألفا صلى الله لا زين وجود من سكن طيبا طيبا وخيرا في زمود. ألفا صلى
Amen.